بيكم في حلقة جديدة من عمال ايديا. زي ما تعودنا وصفاتنا حلوة جدا. هعمل معاكم النهاردة رز بالبشاميل وهيكون بحشوة الفراخ والخضروات. هنعمل كمان سلطة البرتقال مع الجرجير والتمر، حلوة جدا. تعالوا نشوف ايه هي اول وصفة معانا، وهي الرز. هنعمله بطريقة لذيذة جدا ومختلفة. عندي هنا 2 رز أبيض هيكون مسلوق زي ما احنا بنعمله دايما مع بعض. عندي اللبن والدقيق والزبدة والثوم. عندي كمان مكعب المرقة زي ما احنا عايزين بقى خضروات أو دجاج. عندي البصل المبشور والفراخ، فراخ هتكون مخلية ومكعبات. عندنا ملح، فلفل، روزميري، أوريجانو، بابريكا، والخضروات بتاعتي الكوسة والفاصوليا المسلوقة وفلفل ألوان وبقدونس والجبنة الموتزاريلا بقى عشان تتعمل على الوش تطلع تجنن. تعالوا نشوف أول حاجة عايزة أعملها هي أن أنا أشوح معاكم كده الإيه الفراخ. هحط الزيت وبكون مسخنة الطاسة أو الشواية بتاعتي. ملح وفلفل والخضرة بقى بتاعتنا الجميلة، ونقلب تقليبة حلوة. يلا هاجي هنا بقى عشان اعمل الايه، هحط الزيت والزبدة بتاعتي، وهحط الثوم وهنزل بالدقيق وهنقلبه كويس قوي. يلا هقلب كويس وازود شوية دقيق زي ما احنا شايفين، وبحط مكعبات المرقة بتاعتي. واهم حاجة التقليب المستمر بتاع الدقيق كده زي ما احنا شايفين. وهجيب بقى ايه الاعشاب بتاعتي برضو هحطها. اهو كده، وهنزل بقى باللبن شوية شوية. اهم حاجة التقليب الايه المستمر. هنقلب هنا الفراخ، عايزة الفراخ بتاعتي تبقى مستوية حلو كويس جدا. هنزل بقى معاها بالايه الكوسة، احنا سلقينها اوريدي. لما ايه الفراخ تبقى خلاص على وش السوى، وهنزل بالفاصوليا بتاعتي المسلوقة والفلفل الالوان، ونقلب بقى تقليبة حلوة كده. وهنا تقليب مستمر. هجيب هنا البابريكا وهحط على الفراخ وهحط على البشاميل بتاعي. وبصوا بدأ يتقل، هقوم ايه نزوده شوية لبن تاني. كل ما يتقل نزود اللبن تزويدة كده ايه خفيفة، ونقلب مع بعض الفراخ بالشكل الجميل ده.
شايفين جماله. اهم حاجه الفراخ تستوي، فاحنا لازم نديها فرصه ان هي تستوي سوا كامل. وهنا نقلب البشاميل بتاعنا، مش عايزين بقى اي كلكع خالص. وهنا بصوا النكهات كلها داخلة مع بعض بشكل جميل جدا جدا. اهو شايفين الجمال. وهنا تتقل وايه ازود تاني. طبعا انتوا عارفين ان اللبن بيسكر البشاميل لما بيتعمل، فعشان كده بنزود مع الوقت الايه البهارات بتاعتنا. فلازم تجربوا وايه وتشوفوا، وبعدين اهم حاجه تدوقوا طول ما احنا ماشيين في النص كده ندوق. هزود رشة ملح خفيفة ونقلب البشاميل بتاعنا تقليبة حلوة. يلا بينا. يلا ونقلب هنا كويس. يا سلام يا سلام. هجيب البايركس اللي انا هحط فيه الحاجة بتاعتي. الله الله الله. وهنا اهو بنقلب. يلا هجيب بقى الرز بتاعنا الجميل، ايه هعمل اول طبقه كده. بفردها اول طبقه من الرز. شايفين جماله. وهنجيب طبقة من الفراخ بالخضار بتاعنا اللي احنا عاملينها مع بعض كده. شوفوا بقى الجمال. طبعا ده بايركس كامل كامل، مش محتاج خالص اي حاجة معاه. والبشاميل كده عندنا جميل. هجيب بقى البشاميل وهحط هنا طبقة من البشاميل بتاعنا اللي احنا عاملينه مع بعض. بصوا بقى الجمال. يلا بينا نعمل طبقة تانية اهو من الرز. شوفوا 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 الدلع بقى، ده دلع. وايه نحط بقى عليه كده. اهم حاجة اللي كله مع بعض طبقة. اهو كده بالطريقة الجميلة دي. وبعدين هجيب بقى هنا البشاميل وهغطيه من الوش كده.
ايه؟ هنفتح له طريق كده، نغطي كله كله كله. وبعدين هجيب الجبنة الموتزاريلا على الوش ويخش الفرن. تعال نطلع الفاصل ندخله الفرن ونرجع وتجربوه بألف هنا، ونعمل سلطة البرتقال مع التمر. استنوني. ورجعنا لكم بعد الفاصل. تعالوا نشوف مع بعض كده اخبار بايركس بتاعنا، او طاجن الرز اللي عاملينه. بصوا بقى الجمال اهو، قرب قرب قرب. الجبنه ساحت بس لسه عايزه اديها لون بالبشاميل كده، فنديها اللون بتاعها الحلو ونرجع لها تاني على ما تاخد هي لون حلو. تعالوا نشوف احنا عاملين وصفه ايه دلوقتي. عاملين وصفه حلوه قوي مع بعض، سلطه الجرجير مع البرتقال. تعالوا نشوف المقادير. عندي الجرجير البلدي، بصوا الجميل بتاعنا، وعندنا البرتقال هنكون مقطعينه زي ما احنا شايفين كده شرايح، وعندي التمر السكري وشايلين منه البذر، عندي عين الجمل والجبنه الفته، عندنا كمان العسل وزيت الزيتون، المستردة، فلفل اسود، خل بلسمك، ودبس الرمان، عشان نعمل بقى احلى واطعم صوص مع بعض. الكينوا هكون سلقاها. الكينوا من الحاجات الحلوه جدا في السلطات اللي احنا مش بنهتم بيها قوي، بس هي بتدي دايما طعم حلو، بالذات لما اكون متبله السلطه بتاعتي بقى حلوه قوي كده، فبتلاقوا ان ايه، ان هي عملت لي طعم يجنن. هاخد هنا كده الجرجير بتاعي وهبدا في تقطيعه. انا عايزاه احس بالورق بتاعه ويملالي كده الايه، طبق التقديم بتاعنا، ويبقى اخضر وفريش وجميل اهو. بنحطه الاول في ميه، وبعدين بقوم حط عليه نقطه خل، وبعد كده بنقعه كده شويه، وبعدين اصفيه بحطه على فوطه علشان ينشف معايا وما يبقاش بقى، عارفين، مبلول كده ودمه تقيل، يعني بيبقى كده حلو قوي. وهجيب الكينوا بتاعتي اللي احنا سلقينها، بصوا بقى بتتحط كده، ولما يتقلب بقى بيدي طعم تاني خالص اهو. هجيب التمر بتاعي، وايه، احنا شايلين البذر بس نقطعه تقطيعة بسيطة جدا. انا بحب السكري طبعا، اللي بيحب بقى اي نوع تاني برضو يستخدمه، بس السكري بيطلع حلو قوي قوي مع السلطة، وطعمه كده مع البرتقال المزازة، مع انه مسكر كده تذكرته برضو مش القوية. تعالوا نشوف مع بعض برضو هنا، قربت ايوه يلا بينا قربت. دايما ما ننساش الفرن، لانه اسرع حاجة بتتلسع مننا لو حامي او كده، فاحنا ايه، لازم دايما نبقى مركزين واحنا بنطبخ، نقعد كده نبص على كل الحاجات اللي معانا والطبخات والاكلات والذي منه كله. يلا بينا شوفوا بقى الجمال اهو. ودايما كده ايه، لما نبقى بقى عاملين عزومة حلوة، اعملوا بقى طبق سلطه مختلف لذيذ كده، تلاقوا الناس دايما بتحب الحاجات المفتكسه الجديده اللذيذه، فاحنا نعمل بقى حركات وافتكاسات كده. اجيب بقى هنا كده شويه من الايه، من البرتقال، وهسيب شويه عشان الوش اهو، ونفس الكلام لعين الجمل.
نفسك سيرة خفيفة كده بس ايه لما يخش جوه برضو يبقى ايه اهو. يلا تعالوا بقى نعمل الصوص مع بعض. يلا بينا. يلا في البولة هنا كده هحط شوية دبس الرمان مع الخل البلسميك مع العسل والمستردة وزيت الزيتون. شوفوا بقى الجمال والفلفل الأسود شوية كده خفيفة ونقلب تقليبة محترمة زي ما احنا شايفين وبعدين ننزل بقى على ايه على السلطة بتاعتنا. ودايما الصوص نحطه اخر حاجة خالص علشان السلطة بتاعتنا ما تهبطش كده وتحسوا ان بقت دبلانة. ننزل الصوص هو بيكون اخر حاجة على التقديم اهو. بصوا بقى انا عايزة الصوص يخش في كل المقادير بتاعتنا فايه هتلاقوا كله اخد من جمال وحلاوة الصوص بتاعنا. هاجي بقى هنا كده احط على الوش شوية من الحاجات اللي احنا سايبينها المقادير بتاعتنا اللي احنا استخدمناها جوه في السلطة بنحطها على الوش تاني اهو كده. والجبنة الفتة بقى الأصلية بتاعتنا الناشفة دي بقوم فتفتيها كده على الوش وبتتقدم وبتطلع تجنن. مش عايزة احكي لكم بتبقى حلوة قد ايه اهو شايفين بس كده تحفة. طبق يجنن طبق كامل وعايزة اقول لكم الطعم لا يعلى عليه. يعني لما تجربوه هتلاقوا الطعم لا يعلى عليه اهو. ونقدمه اهم حاجة دايما ننظف الطبق بتاعنا عند تقديم كده. بصوا اهو يلا نشيل بقى نبعد كل حاجة كده احنا مش هنستخدمها تاني. تعالوا نشوف مع بعض. الله بصوا بقى الجبنة ساحت اهو والبشاميل بتاعنا بصوا يا سيدي يا سيدي يا سيدي على الجمال اهو. رز مع البشاميل والفراخ والخضار حاجة تجنن. عايزاكم تجربوا الوصفات. تعالوا نشوف عملنا ايه مع بعض. اول حاجة عملناها كانت الرز. عملنا رز بالبشاميل ومعاه الفراخ مع الخضروات لذيذ جدا. وعملنا كمان السلطة سلطة مختلفة مع الكينوا والجرجير والتمر والبرتقال. جربوا الوصفات وابعتولي دايما على صفحة البرنامج عمايل ايديا على فيسبوك سي بي سي سفرة على انستجرام. واستنوني في حلقة جديدة من عمايل ايديا. Thank you.